جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل ينتفع الميت بقراءة القرآن عليه بعد وفاته؟ وهل قراءة الفاتحة للأموات جائزة؟ إذ أن هناك بعض الناس يقولون الفاتحة للنبي اللهم صل عليه ويقرؤون، وهناك من يقول الفاتحة لروح فلان أو لأموات المسلمين، هل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا. قراءة الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم أو لأرواح الأموات هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولكن هذا مما اعتاده الناس وتوارثوه بدون دليل، فالواجب تركه. وأما قراءة القرآن وتثويبها للميت فهذه محل خلاف من العلماء، من يرى أن كل طاعة فعلها وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي نفعه ذلك، ومن العلماء من يرى العكس وهو أنه لا يجوز تثويب القراءة للميت لأن هذا لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، الصحيح أن هذا لا يجوز لأنه لم يرد به دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمشروع للميت الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة، هذه وردت بها أدلة والاقتصار عليها فيه خير كثير، وأما ما لا دليل عليه فإن الواجب تركه، ولا سيما إذا كانت القراءة على القبر أو على الجنازة بعد موتها فإن هذا أشد ابتداعا وأبعد عن المشروع، الواجب ترك هذه العوائد والاقتصار على ما ورد به الدليل، فإنه أسلم وأنفع للأحياء والأموات ولله الحمد. نعم.